مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلاً بكم في لقاء جديد وجولة جديدة في أستاذ في الطب. أستاذ في الطب طبعاً برنامجنا الدائم في هذه القناة المباركة بيكون دايماً من خلال عنوانه بيكون معانا أستاذ حد متخصص في مجال الطب البشري علشان خاطر التوعية الطبية أو بيسموها الأطباء البيشنت إديوكيشن. التوعية الطبية دي طبعاً لازمة كل بيت ولازمة كل إنسان أن هو دائماً آه بيدور ويبحث عن الصحة النهاردة هيكون معنا في آه اللقاء أو في هذه الفقرة الدكتور علي السنوسي استشاري العلاج بالأكسجين النشط مرحبا بك دكتور علي أهلا وسهلا شرف اللقاء ربنا طب آه آه طبعا آه كلمة العلاج بالأكسجين النشط يمكن بعض الناس ما تعرفهاش آه الدكتور علي هيقول لنا ملمح سريع حول هذا المصطلح ثم بعد ذلك نتطرق إلى آه آه بيعالج إيه اتفضل يا دكتور بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله هو مبدئيا يعني الاكسجين النشط هو احد اشكال الطب التكميلي ده نعم. آه بيهدف آه العلاج به الى زياده نسبه الاكسجين في الدم وتنشيط الدوره الدمويه آه في الجسم بدون اي اعراض او مضاعفات آه جانبيه سريعا كده ده باعتبار ان الجسم بيعتمد على الاكسجين بشكل اساسي؟ ايوه آه طاقه خليه الجسم بتن... يعني بتتوقف او طاقه بت... خليه الجسم بتعتمد 90 بنسبه 90% على الاكسجين تمام. يعني الاكسجين استهلاك الاكسجين او حرق الاكسجين في الجسم او عنصر الاكسجين في الجسم الخليه بتعتمد عليه بنسبه 90% من امداد الطاقه بتاعتها يعني والحيويه بتاعتها وهل مثلا مثل هذا العلاج بالاكسجين النشط بيفيد مثلا في امراض معينه بيفيد الناس معين يعني بيفيد بشكل مباشر تمام هو هو طبعا ما احنا عارفين طاقه خليه الجسم بتعتمد بنسبه 90% على خليه على على عنصر الاكسجين فبالتالي العلاج بالاكسجين هو بيهدف الى زياده الدوره الدمويه او قوه الدوره الدمويه وبالتالي زياده نسبه الاكسجين الواصل للخليه وبالتالي زياده طاقه الخليه وحيويه ونشاط الخليه. تمام. فهو بيخش في علاج كثير من الامراض وعلى راسها مرض البول السكري او ما يعرف بمرض السكر. السكر. تمام؟ مرض السكر مثلا هو احد الامراض اللي بيبقى السبب الرئيسي اما تايب 1 او تايب 2 السبب الرئيسي بيبقى ضعف في غده البنكرياس نقص في افراز الانسولين الخارجي الانسولين الداخلي بتاع الجسم فبالتالي بتزيد نسبه السكريات في الدم فبالتالي نسبه السكر بتزيد بيحصل بعد كده التغير اللي بيحصل في الاوعيه الدمويه اللي هو بيحصل ترسب للكوليسترول والدهون على جدار الاوعيه الدمويه فبيحصل حاجة اسمها تصلب في الشرايين وبالتالي بيقل الدورة الدموية بتضعف لدى مريض السكر عشان كده دائما مريض السكر بيبتدي يحس بتنميل في الأطراف الجسم كله خلايا الجسم كلها بتعتمد على الدم والاكسجين بشكل كبير تمام. من ضمنها الاعصاب نفسها بتاعت الجسم اعصاب الجسم الاعصاب الطرفيه اللي لما الدم اللي واصل ليها بيقل الاعصاب بيحصل فيها اعتلال مرضي او ما يعرف ببريفيرن اللي هو ضعف في الخليه او في الاعصاب خلايا الاعصاب الطرفيه تمام طيب ايه دور الاكسجين النشط في الحالات اللي زي كده الاكسجين النشط بيعمل حاجه جميله جدا ان هو بيخش على السورس بتاع المرض نفسه المصدر مصدر المرض مصدر المرض او نعم. سبب المرض نفسه نعم. اللي هو البنكرياس خلايا البنكرياس بيوصل لها الاكسجين بشكل كويس والدم بشكل كويس فبالتالي الطاقه بتاعتها مركب اي تي بي والطاقه بتاعتها بتنشط فالخليه بتبتدي تفرز الانسولين بشكل طبيعي ده بنلاحظه مع المرضى بتوعنا ان هم السكر بتاعهم بيبتدي يتظبط يقول لك انا سكري كان 250 350 450 كان بيعلى بعد عده جلسات بيبتدي السكر ينخفض بيبتدي الجسم يستجيب للعلاج سواء كان انسولين او او تابلت بشكل افضل بيبتدي المريض يقول لك انا ابتديت احس بهبوط لما باخد جرعه الانسولين بتاعي فبنبتدي نقول له لا طب قلل بقى الجرعه لان كده البنكرياس ابتدى ينشط فبالتالي الانسولين الداخلي اللي ربنا خلقه لنا الطبيعي بتاع الانسان ابتدى يفرز بشكل كافي او بشكل ازيد من المعدل الاولاني فبيبتدي الانسان يقلل في جرعه الانسولين آه لو هو بادئ الانسولين بقاله فتره قريبه وبياخد جرعات بسيطه ممكن يشفت لاقراص يبتدي ياخد اقراص ما ياخدش انسولين لو هو آه آه واخد مثلا ابتدى مريض سكر حديثا وابتدى ياخد برشام مثلا بقاله مثلا ست شهور ثمان شهور لحد سنه ممكن في حالات معايا يعني ربنا كتب لها الشفاء من من السكر تماما يعني يعني انت عايز حضرتك تقول انه بيفيد جدا في علاج السكر في الحالات اللي لسه السكر عندها مبكر بالظبط كده آه بينما الحالات المتاخره شويه او بلفت طويله او بتاخد انسولين من الممكن جدا ان هو يقلل السكر لا هو ده اكيد آه. هو هو مش أكيد. مش ممكن هو اللي بيحصل فعلا يعني انا انا خبره ان شاء الله يعني الحمد لله في 15 سنه في المجال ده نعم. فالحالات دي شفتها كتير جدا معايا بيبتدي نعم. يقول انا يا دكتور باخد الجرعه بتاعتي بيس الانسولين بتاعي بيهبط بينزل نعم. خالص بحس بهبوط فهو فعلا اوريدي حتى لو البنكرياس مثلا بقاله 20 30 سنه والمريض سكر والبنكرياس ضعيف جدا عنده لا في خلايا بتبتدي تنشط وتبتدي تفرز الانسولين وبالتالي بيبتدي يقلل الجرعه بتاعته، فهو بيشتغل على المحاور دي، محور السبب الرئيسي او المسبب الرئيسي لمرض السكر وهو ضعف غده البنكرياس، ومحور المضاعفات وده الاهم. لا. مريض السكر زيه زي اي مريض ضغط، زي اي مريض مريض قلب، لو هو بياخد برشام والعلاج متظبط بتاعه مفيش مشكله، لا مريض السكر بيبقى آه المشكله عنده في المضاعفات، نعم في الاعراض اللي عنده، نعم في الوهن، بيحس بوهن نعم بضعف، نعم المناعه بتاعته بتبقى ضعيفه، آه الاطراف بتاعته لو حصل آه لا قدر الله جرح ولا حاجه ما بيلتئمش بسرعه، ونبتدي نخش في, في, في قصه قدم سكري وكده، آه بالنسبه للرجال الذكور بيبقى عندهم مشكله في, الـ في, الـ في الانتصاب او الضعف الجنسي عشان ضخ الدم ده دوره دمويه برضو نعم الذاكره، التركيز آه، آه، الشبكيه بيحصل مشاكل في الشبكيه بتاعت العين، في مشاكل بيحصل في الكلى بيبقى معظم حضرتك لو دخلت آه، اي مركز غسيل آه، كلى آه، آه، ربنا يعافينا يعني هتلاقي 90% من اللي بيغسلوا الكلى مرضى سكر اصلا. نعم نعم. الكلى او الكليه يعني من الاعضاء اللي في الجسم اللي بتتاثر جدا 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 بضعف الدوره الدمويه. فمريض السكر ايكوال ضعف دوره دمويه او قصور دوره دمويه، وده اللي بيعمله الاكسجين النشط. اذا في هذه الفقره يعني استفدنا من الدكتور علي آه السنوسي آه استشاري العلاج بالاكسجين النشط انه موضوع السكر من الممكن جدا يكون في جانب الناس بتجهله نوع اخر من العلاج في الطب التكميلي مع الناس اللي تاخد انسولين او بتاخد حبوب من الممكن جدا ينخفض السكر بشكل جيد جدا فتقل جرعات العلاج وبالتالي كمان لو كانت بعض الناس اللي عندها سكر مبكر يعني وكده من الممكن جدا يلجا دي مثل هذا العلاج ان شاء الله باذن الله وبالتالي ان شاء الله يشفى تماما يعني طبعا ده كلام دكتور متخصص طبيب بشري واكيد الكلام ده على مسؤوليته العلميه اكيد طبعا شكراً. فطبعا دي تعتبر حاجه كويسه جدا جدا لمرضى السكر ارجو ان انتم تستفيدوا من هذه الفقره بشكل جيد وان شاء الله باذن الله طبعا ربنا يعافي كل مرضى السكر مشاهدينا ابقوا معنا للفتره اللي جايه